سيد البرنس سابوا الحته واخته من المده يا باشا. هو عمل حاجه؟ خليك في حالك. مش هتقوله يا باشا. انا شفته بلغنا. في مكافاه كبيره اللي يدل عليه. حاضر يا باشا حاضر. شيبه شيبه هو في ايه؟ سعيد البرنس يا سيدي بين عليه عمل مصيبه. ده عيل نتن وانيل من نيله الزرق ومعاه جوز تيران ما بيخلوش حد يقرب منه. ماشي يا عم قطر، انت كده انجزت مهمتك وده بقيت حسابك، متشكرين منك يا سيدي. لا الكلام ده ما ياكلش معانا، انا مضيع نص يوم عشان اطر لحد بيته، والصندوق ده مأجره ب 200 جنيه. ايه؟ صندوق الورنيش ده ب 200 جنيه؟ يا مفتري، ده الواحد كان اشتغل جزمجي من زمان. خليك في حالك انت يا عمده. انا بتكلم مع البرنس. خلاص يا قطقط، ادي 50 جنيه كمان، بس خلي بالك انا بعد كده هسقطك من دماغي ومش هفتكرك تاني. لما تحتاجني حجيني، الارزاق على الله. نزلني هنا. اسحب نفسك في الاشاره يا اخويا، انت اللي بتقطع رزقك بايديك. سلام. قلت لك قطقط ده منشار طالع واكل نازل واكل. بس انت خدت بالك؟ انا مبسوط من كلامه بصراحه، ما كانش عاجبني موضوع الخطف ده من الاول، مع البوديجاردات كانت باظت. يا جدع لا، خدت بالك من البخل اللي جد على الواد ابراهيم؟ اهي دي بقى احسن حاجه، اهو كده هحافظ لك على فلوسك بدل البعطره. بيحافظ لنفسه يا عماد ابراهيم، بانه خلاص حس ان الفلوس ملكه ومحرق عليها ومش هنعرف نطلع جنيه الا بطلوع الروح، بان اللي عملته كله بيتهدى يا عماد. ايه ده؟ وصفي وصفي. إيه؟ انت يا عم قوم. فين يا ابراهيم؟ انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ يا عم لا، مش انا اللي رجعت في كلامي، ابويا هو اللي رجع في كلامه. يعني ايه؟ اتخانقت انا وهو، سبت له البيت ومشيت. يعني ايه؟ هترجع لي فلوسي واخد شنطتي واتكل على الله، ولا هتقوم تهز طولك وتمشي؟ ايه؟ في يا عم، انا عارف ان الشقه بقت شقتك، خلاص استضيفني عندك بقى. لا ما ينفعش يا حبيبي. ايوه يا جدعان، ندل حتى النخاع والله، ما اخرها كان امبارح رحت جبتك من الاسم وبيتك معايا. وصفي انت شكلك هتعك وانا ماليش في العكعكه، كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. بقول لك ايه، مش 4000 جنيه دول اللي هتشتري بيهم الشقه؟ خلاص احنا فيها، ادهمني واخد شنطتي وامشي. بس انا صرفت منهم، اصبر عليا يومين هتجيلي فلوس هديهم لك. طب وايه رايك في حل يخلصك من الزنقه دي؟ ايه؟ تديني ايجار سنه؟ انت عبيط؟ في حد بيدفع ايجار سنه؟ انا هشتري الشقه. والله يعني هو الانسان ضعيف. ما تحورش، هي كلمه والرد غطاها. موافق اكتب لك شيك دلوقت، مش موافق اخد شنطتي وامشي. هتدفع كام؟ حاضر جاي. ايه ده، في حد بيرن الجرس كده؟ ده ايه القرف ده على الصبح؟ في ايه يا عم انت بترن الجرس كده ليه؟ جرايه يا استاذ وصفي، ايدي وجعتني من كتر ما بضرب الجرس على الباب. هو انتوا كنتوا نايمين على ودانك ولا ايه؟ يا عم انت مالك يا عم، نايمين على ودانا ولا نايمين في الصاله ولا في اي زفت؟ لخص عايز ايه؟ سيادتك عليك فلوس متاخره لاتحاد الملاك 5 اشهر. يا اخي انت طلاميد مش دافع، خدوه من هنا. انت حر، بس لو ما دفعتش هيقطع عنك الاسانسير في الدور، وهتضطر تنزل على رجليك وتطلع على رجليك او هم يشلوك. يا اخي شلوك على نقاله. استنى ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم. لا دي فلوس. ايه يا وصفي بتصحيني ليه؟ البواب جه عايز فلوس اتحاد الملاك 500 جنيه. طب وانا مالي؟ ما تدفع انت، مش انت بقيت صاحب الشقه؟ يبقى انا ادفع الشهر ده بس، الباقي ده بتاعك انت. يا عم ما انت دبستني امبارح في الشيك بتاع الديسك ودفعت كل الفلوس اللي كانت معايا. وانت عايز تاكل وانا ادفع لك؟ انا فاتحها لك تكيه، مش كفايه اني مقعدك هنا في الشقه؟ هم 100 جنيه ما فيش غيرهم. امسك. امال فين الرزم اللي كانت معاك امبارح؟ وانت مال امك؟ روح اعمل لي قهوه. كمان هتشغلني خدام؟ اعمل بلقمتك بدل ما انت قاعد لا شغله ولا مشغله. حاضر هعمل بلقمتي، بس خلي بالك بقى عشان اتحاد الملاك هيقطع عنك الاسانسير وهتطلع وتنزل على رجليك. ليه ان شاء الله؟ هم ليهم عندك انت فلوس يحاسبوك عليها، انا يحاسبوني من اول الشهر. فين البواب؟ استنى طيب يا عم، ادهمني سلف. ما بسلفش، وبعدين انا اديتك حق الشقه، انت هتعمل عليا مفلس؟ يا ابني انا ما معيش اي فلوس هنا، كل الفلوس في البنك، ايدك بقى على 400 جنيه. وتعمل لي القهوه؟ واعمل لك القهوه.